لو الحكاية فيها إن فيجو بسم الله العدل حكم محكمة جناح مستانه مدينة نصر أول القضية رقم 13069 لسنة 2015 جناح مدينة نصر أول والمستأنفة برقم 10779 لسنة 2015 استئناف شرط لتكل من حسن علي السيد سيد حسن محمد مصطفى حكمة المحكمة حضوريا بقبول استئناف شكلا في الموضوع بتعديل حكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل منهما سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما 50,000 جنيه والمصاريف. رفعت الجلسه. رفعت الجلسه. Thank you.